الشركة بتاعت العجل دي بسبب انها كل ما توصل العجل لحد بيوصل له متكسر، ففكرت في فكرة عبقرية اسمها شركة فان موف. لكن المشكلة بدأت لما كانت بتوصل العجل ده عن طريق الشحن لحد البيوت، كان نسبة كبيرة منه بتوصل متكسرة من جوه بسبب الأجهزة الحساسة اللي بتبقى موجودة على العجل. لكنهم فكروا ان هم يحطوا العجل ده جوه صندوق، ويحطوا على الصندوق ده صورة شاشة تلفزيون عشان لما مناديب الشحن تشوفها تفتكر ان اللي جوه الصناديق ده مجرد تلفزيون، ويعاملوه بعد كده بعناية. وبالفعل نسبة الحاجات اللي بتتكسر قلت 80% تقريبا، لدرجة ان هم كمان فكروا يكتبوا على العلبة اعمل لايك.